عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينت مليان. ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. اليوم اصحابي وحبيبي ماناش باش نطيبوا وماناش باش نصنفوا، اليوم باش نوريكم كيفاش نستحفظوا بالحلو المده كبيره وخاصه الحلو التونسي. هيا نمشيو للكوجينه ونشوفوا شنو يلزمنا نعمل. وكما تعرفوا ما ثماش واحد يزور تونس وما يذوقش من الحلو متاعها. تونس معروفة بعدة حلويات، منها كعك العنبر، بقلاوة البين ملبس، عش البلبل، مقروض التونسي وعدة حلويات أخرى. الحقيقة أنا منيش مقيمة في تونس، وكل ما نروح نجيب معايا الكتب من الحلو ونستحفظ به مدة كبيرة وخاصة لشهر رمضان الفضيل. وجاتني الفكره باش نعمل لكم الفيديو هذايا وباش نوريكم كيفاش نستحفظ بالحلو نتاعي مده كبيره. الحقيقه انا نستحفظ بالحلو التونسي مده عام كامل وما يتغيرش وما يتبدلش. علاش؟ على خاطر الحلو التونسي مخدوم بالفاكهه وبالعسل الحر. فما برشا ناس تو يقولوا لك شبيها مليان بكري وتشكر لنا في الحلو التونسي وتمجد وتعاود، خاطر هي تونسيه. لا، الحلو التونسي يستحق باش نشكروه، خاطر هو مزيان برشا الحقيقه ويشرف على الطاوله. الحلو التونسي انا شخصيا نعتبره كانه قطعه ذهب. شوفوا ما شاء الله نودكم ومشاهيكم الحلو التونسي كيفاش مزيان، مش ينطق في الباكو نتاعو، يشرف وقت نقدموه. الحلو التونسي قدموه في الافراح، قدموه في المناسبات الكبيره، حاجه مزيانه على الاخر. وان شاء الله تزوروا تونس وان شاء الله تذوقوا الحلو نتاع تونس. الباكو الثاني كما تراو صابلي، حاجة مزيانة على الاخر، رتبة وفيانة، حاجة خالقة للعادة. الباكو الثالث كما تعرفوا تونس معروفة بغريبة الحمص والذراع، لكن كما تراو معناتها مزيانة على الاخر والبنة ما نحكيكمش. كما ريتو حضرت بواط بلاستيك وقصيت بابي كويسون مرسوات صغار على كبر البواط نتاعي، وبديت نصفف في الحلو نتاعي كعيبة ورا الاخرى. وماذا بيكم ما تقربوهمش لبعضهم باش يكون بتفرهيد، معناها ما ثم حتى مشكلة. ونحط ما بين الطبقة والطبقة البابي كويسون باش كي نجي نجبد ما عنديش حتى مشكلة. وماذا بيكم البواط متاعاتكم متعملوهاش طخو شارجي باش كي تجيو تجبدو بنظافة وعفافة وما غير ما تكسروا الحلو متاعكم ويبقى كيما هو.
السابلي زاد كيف كيف بنفس الطريقة عبيته، واللي بوات هذو مراني جبتهم من تونس كيف كيف، معناها نستعملهم لعدة حاجات وخاصة للحلو. بعد العيد ديما يفضل لنا حلو، باش نمشي لأصحاب والأحباب نحبوا نهزوا بوات حلو نحط فيهم. الحقيقة ما شاء الله نجيب منهم كمية كبيرة ونستعملهم مدة عام كامل. لهنا باش لي بواط ما يتحلوليش وباش ما يبقوا نظاف عفاف، زدت غلفتهم بالبابي السلوفان، ولا تنجموا حتى بابي الومنيوم، تنجموا تغلفوا لي بواط نتاعكم ومن بعد تحطوهم في الكونجيلاتور ويبقوا لكم المده اللي تحبوا عليها انتم وتشتهوا. كما تعرفوا الغريبه تتكسر في ساعة، حطيتها في بواط اقل كبر وباش نحطها بنفس الطريقه في الكونجيلاتور، وكيف كيف تبقى مده كبيره وما تتغيرش وما تتبدلش. هذا هو الحلو التونسي كيفاش نقدموه في المناسبات الكبيرة، وإلا في شهر رمضان الفضيل ونتلموا عليه الأصحاب والأحباب معاه كويس تي وإلا قهوة. باش نزيدكم زيادة ونعرفكم بالحلو التونسي، هذه الدبلة التونسية وإلا وذنين القاضي، وباللغة الفرنسية يسموها ليزوغيات. الوصفة هذه حضروها في العيد وحضروها في شهر رمضان الفضيل، يتلم عليها الأصحاب والحباب ويعديوا بها السهرية. وما نحكي لكمش على الرفيس التونسي، وصفة زمنية، وإذا كان تحبوا تشوفوا الوصفة من الأول حتى الأخر راهي موجودة في كوجينة مالية، ما عليكم كان تمشيوا تعملوا دور. وما ننساوش الزوزة بنا وفيانا المعمول كيف كيف، وصفة ممتازة على الأخر وفي متناول الجميع. السمسة مخدومة بالملصوقة الزمنية من يديات كويزين مالية، وإذا كنت تحبوا تشوفوا الوصفة راهي موجودة على القناة متاعي. البسبوسة ما تخطى حتى دار في شهر رمضان الفضيل، والمقروض التونسي غني على التعريف، وإذا كنت تحبوا تشوفوا الوصفة راهي موجودة زادة كيف كيف على القناة متاعي. أصحابي وحبيبي إن شاء الله أعجبكم الحلو التونسي، وإن شاء الله تزوروا تونس وتذوقوه، وإذا كان مكتبش المكتوب وزرتوا تونس ما عليكم كان تزوروا كويزين مالية، وراهو الوصفات اللي قدمتهم الكل موجودين على القناة متاعي. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة إذا كان كنتم مش مشتركين، تفعيل الجرس، ما تنسونيش في اللي كومنتير. إذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية. ما يبقى لي كان نقولكم تبقوا على خير وفي أمان الله، وإلى اللقاء.